بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. 奉至仁至慈的安拉之名，以列班者发誓，以驱策者发誓。 以诵读教会者发誓， إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. 你们所当崇拜的却是独一的，他是天地万物之主，是一切东方的主。 إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. 我却以用文采，即繁星点缀最近的天，我对一切叛逆的恶魔保护他，他们不得窃听上界的众天神，他们自各方被射击、被驱逐。 他们将受永久的刑罚，但窃听一次的，灿烂的流星就追赶上他。 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون 你问他们吧，究竟是他们更难造呢？ 还是我所创造的更难造呢？我却已用黏泥创造了他们，不然，你感到惊奇，而他们却嘲笑。他们虽闻教诲，却不觉悟；他们虽见迹象，却加以嘲笑。 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 他们说，这个只是明显的魔术，难道我们死后 已变为尘土和朽骨的时候，必定复活吗？连我们的祖先也要复活吗？你说，是的，你们都要卑贱地被复活，才听见一声呐喊，他们就瞻望着，他们说，伤哉我们！ 这就是报应之日，这就是你们所否认人的判决之日。 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا
إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين 你们应当集合不义者和他们的伴侣，以及他们舍安拉而崇拜的， 然后指示他们火域的道路，并拦住他们，因为他们的确要受审问。你们怎么不护住呢？不然，他们在今日是归顺的。于是他们大家走向前来，互相谈论。这些人说：“你们却已用权力胁迫我们。” 那些人说：“不然，你们自己原来不是信教者，我们对你们绝无权利；不然，你们是悖逆的民众，故我们应当受我们的主的判决。我们却是常事的，所以我们使你们迷误。” 我们自己也确实是迷雾的。فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 在那日，他们必定同受刑罚，我必定这样对待犯罪者，他们却是这样的。有人对他们说，除安拉外， 绝无应受崇拜的，他们就妄自尊大，并且说：“难道我们务必要为一个狂妄的诗人而抛弃我们的众神灵吗？不然，他昭示了真理，并证实了历代的使者，你们必定尝试痛苦的刑罚。” إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون 为安拉的虔诚的众仆将享受一种可知的给养，各种水果，同时他们是受优待的。他们在恩泽的乐园中，他们坐在床上，彼此相对。 有人以杯子在他们之间挨次传递，杯中满盛礼泉，颜色洁白，饮者无不称为美味，礼泉中无麻醉物，他们也不因他而酩酊。
他们将有不是非礼的美目的伴侣，他们仿佛被珍藏的驼卵样。فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 于是他们走向前来互相谈论，他们中有一个人说，我有一个朋友，他问我，你却是诚信的吗？难道我们死后你变为尘土和朽骨的时候，还必定要受报仇吗？他说：“你们愿看他吗？他俯视下面，就看见他在火狱的中央。他说：‘以安拉发誓，你的确几乎陷害了我。如果没有我的主的恩惠，我必在被拘禁者之列，我们不是在死的吗？唯有我们初次的死亡，而我们绝不会受惩罚吗？ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون 这却是伟大的成功，工作者应当为获得这样的成功而工作。أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 那是更善的款待呢，还是传呼术？我以他为不义者的折磨。它是在火狱地生长的一棵树，它的花臂仿佛魔头，他们必定要吃那些果实，而以它充实肚腹，然后他们必定要在那些果实上加饮沸水的浑汤，然后他们必定归于火狱。他们必定会发现，他们的祖先是迷雾的，他们却依着他们的踪迹而奔驰。在他们之前，大半的古人却已迷雾了。فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين 我在他们之间
却已派遣过许多警告者，你看，被警告者的结局是怎样的？除非安拉的纯洁的仆人们。ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنينإنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 努哈却已向我祈祷，我是最善于应答的，我拯救他和他的信徒们逃离大难，我只使他的子孙得以生存，我使他的令名永存于后代，在各民族中都有人说祝努哈平安，我必定要这样报仇行善者们，他却是我的信教的仆人，然后我使别的人淹死。وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين 他的宗派中却有伊布拉欣，当时他带着健全的心灵来见他的主，当时他对他的父亲和宗族说，你们崇拜什么？难道你们欲舍安拉而背谬地崇拜许多神灵吗？你们对众世界的主究竟做什么猜测？他看一看星宿，然后说，我势必要害病，他们就背离了他。فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملونقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 他就悄悄地走向他们的众神灵，他说，你们怎么不吃东西呢？你们怎么不说话呢？他就悄悄地以右手打击他们，众人就急急忙忙地来看他，他说，你们崇拜自己所雕刻的偶像吗？安拉创造你们和你们的行为，他们说，你们应当为他而修一个火炉，然后将他投在烈火中，他们欲谋害他，而我却使他们变成占下风的。وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 他说：“我果然要迁移到我的主所启示我的地方去，他将指导我。我的主啊，求你赏赐我一个善良的儿子，我就以一个宽厚的儿童向他报喜。当他长到能帮着他操作的时候，他说：我的小子啊，我却已梦见我宰你为牺牲，你考虑一下，你究竟有什么意见？他说：我的父亲啊，请你执行你所奉的命令吧。如果安拉抑郁，你将发现我是坚忍的。他们俩既已顺服安拉，而他是他的儿子侧卧着，我喊叫说：伊卜拉欣啊，你却已证实那个梦了，我必定要这样报仇行善的人们。إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 这却是明显的考验，我以一个伟大的牺牲赎了他，我使他的令名永存于后代。祝伊卜拉欣平安，我这样报仇行善者，他却是我的信教的仆人，我已将为先知和清廉者的伊斯哈格向他报喜。我降服于他和伊斯哈格，他们俩的子孙中将有行善者和公然自暴自弃者。ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين 我却已施恩于穆萨和哈伦，我曾使他们俩及其宗族得免于大难，我曾援助他们，所以他们是胜利者。我授予他们俩祥明的经典，我指引他们俩正直的道路，我使他们俩的令名永存于后代。祝穆萨和哈伦平安，我必定要这样报仇行善者，他们俩却是我的信教的仆人。وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين
الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 伊勒亚斯却是使者，当时他对他的宗族说，难道你们不敬畏安拉吗？难道你们祈祷白尔利而舍最优越的创造者安拉你们的主，你们祖先的主吗？他们否认他，所以他们必定要被拘禁。为安拉的纯洁的众仆则不然，我使他的令名永存后代，祝伊勒亚斯平安，我必定要这样报仇行善者，他却是我的信教的仆人。وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 鲁特却是使者，当时我拯救了他和他的全体信徒，唯有一个老妇人和其余的人没有获得拯救，然后我毁灭了别的许多人。你们的确朝夕经过他们的遗迹，难道你们不了解吗？وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 尤努斯却是使者，当时他逃到那只满载的船舶上，他就拈阄，他却是失败的，大鱼就吞了他，同时他是应受谴责的。假如他不是常赞颂安拉者，他必葬身于府，直到世人复活之日。فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 然后我将他抛在旱地上，当时他是有病的，我使一棵护瓜长起来遮着它，我曾派遣它去教化十多万民众，他们便归信它，我使他们相乐至一个定期。فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 你问他们吧，你的主有许多女儿，他们却有多少儿子呢？还是我曾将众天神造成女性的，他们
曾言见我的创造呢？真的，他们因为自己的悖谬，必定要说安拉已生育了，他们却是说谎者。难道他不要儿子，却要女儿吗？你们有什么理由？你们怎么这样判断呢？你们还不觉悟吗？难道你们有一个明证吗？拿出你们的经典来吧，倘若你们是诚实的人。وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم 他们妄言他与精灵之间有姻亲关系，精灵却已知道他们将被拘禁。超绝载安拉，他是超乎他们的叙述的，为安拉的纯洁的众仆，不被拘禁。你们和你们所崇拜的，绝不能把任何人引诱去崇拜他们，除非是将入火狱的人。وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون 众天神说，我们人人都有一个指定的地位，我们必定是排班的，我们必定是赞颂安拉的。وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون 他们的确曾说，假若我们有古人所遗留的教诲，那么我们必是安拉的纯洁的仆人，他们却不信安拉，他们不久就知道了。我对我所派遣的仆人们已约言在先了，他们必定是被援助的，我的军队必定是胜利的。你暂时退避他们吧，你看着吧，他们不久就看见了。أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 难道他们要求我的刑罚早日实现吗？我的刑罚一旦降于他们的庭院的时候，被警告者的早晨，真恶劣呀！你暂时退避他们吧，你看着吧，他们不久就看见了。超绝载你的主，尊荣的主宰，他是超乎他们的叙述的。主众使者平安，一切赞颂全归安拉。
养育众世界的主。